الجورجيين هو نصب التذكاري والرمز الأساسي لجورجيا، يطل على كامل تبليسي وتلاحظه من أي نقطة في المدينة. هو عبارة عن تمثال من الألومنيوم لسيدة ترتدي اللباس الجورجي التقليدي وتحمل في يدها اليسرى كأساً من النبيذ، ويقصد به استقبال الضيوف المسالمين واستضافتهم، أما اليد اليمنى فتحمل سيفاً لضرب الأعداء. ولهذا فالتمثال يعكس نوع الاستقبال الذي سيتلقاه الزائر حسب نيته،